ده طارق داخل ثانوية عامة محتار في كل المواد، لسه مش عارف هيعمل ايه، والوقت ضيق وهو لسه ما حجزش اي حاجة. لكن طارق مطمن من ناحية الجيولوجيا لانه هيدرسها مع استاذة منى الوديع، استاذة الجيولوجيا الاولى في مصر والمتخصصة في مجالها، على عكس اساتذة كتير جدا في الوقت الحالي. نسبة كبيرة جدا من طلابها بيقفلوا مادة الجيولوجيا كل سنة، وكمان عدد كبير جدا من طلابها بيبقوا من اوائل الثانوية العامة كل سنة. طارق معاها هيبقى مطمن، وانتم كمان هتبقوا مطمنين وهتشيلوا هم الجيولوجيا من دماغكم خالص. مع أستاذة منى الوديع مفيش مقارنة.